يقول: من لبس الجوارب على طهارة ثم مسح عليهما وهو على وضوء ثم خلعهما هل ينتقض وضوءه بعد خلعهما وهو على طهارة؟ نعم، الذي عليه الجمهور أنه ينتقض، لأن محل الرخصة زال، محل الرخصة زال، لأن الأصل غسل، وإنما رخص بالمسح عليهما ما دام موجودين، فإذا زال محل الرخصة زالت الرخصة. نعم.